السلام عليكم المشاهدين، اش اخباركم؟ ياك لاباس؟ كي دايرين؟ اش اخباركم الحباب كاملين كبار وصغار؟ كي دايرين؟ ياك بخير؟ والحباب كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، الحباب كاملين كنسلم عليهم وكنسول عليهم وراهم عزيزين بزاف بزاف، وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والمتابعه ديالكم، كنشكركم بزاف 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 وشكرا عليكم وشكرا على الجميع على الكبير والصغير كلكم، الله يعطيكم الصحيحة كاملين، والوليدات اللي قراو الله يعطيهم النجاح، والحباب كاملين، واللي مريض الله يشافيه، ونطلبوا ربي يعطينا شوية ديال الشتاء، الله يجعل ربي يعطينا على قد النفع. والحباب اليوم مرحبا بكم، اليوم غادي نديرو ودابا المشاهدين حنا غادي نعملو ديال اليوم ان شاء الله يا ربي، غادي نديرو كسكسو ديال الشتا، وهاد الكسكسو هذا كنا كنديروه في الشتا، هادي ديال هادي شحال ديال زمان ماشي ديال مولتا، دابا راه مبقاوش يديرو، ولكن ضروري خاص بنادم يرجع يديرو. هذا كسكسو ديال الشتا وكيدار في الليالي، وهاد الكسكسو هذا اللي عقلتو، هذا اللي درت في الفيديو اللي كسكس اللي كنت يبستو هنايا في الظل، كنت صاوبتو بيدي ويبستو. هانتوما كيجا، هانتا وريهم يا سي نزيد، هانتا هذا كسكسو اللي كنت صاوبت هنايا في الدار، دابا اليوم غادي نصاوبو بالحليب، غنديرو كسكسو ديال الشتا بالحليب. هنا هاد كسكسو بالحليب هادي شحال بنادم كانوا كيديروه في الشتا وفي الليالي، كانوا كيجبدوا الكسكسو اللي ميبس، وهذا هذا الكسكسو هذا خديت هذا الوصفه هذه خديتها من عند عكوزتي الله يرحمها مسكينه، كانت كدير كسكسو بالحليب، هذا الكسكسو اليابس كان كيديروه بالحليب في الشتاء وفي الليالي، ملي كتكون الليالي والبرد والشتاء كيديروا كسكسو بالحليب. ودابا غادي تتبعوا معايا المشاهدين كيفاش غادي نديروا الكسكسو بالحليب وشنو كيتحتاج فيه. دابا كنحتاجوا كسكسو، ها هو وريتو ليكم، وكنحتاجوا الحليب، ها هو هنايا الحليب درتو باش غادي نفيضو، واللي كنستعملو في الحليب كنستعملو عليب زهر، وكنستعملو السمن، وكنستعملو المليحه، هادشي اللي كيدار في الحليب. ملي غادي نبغيو نسكي بيه غادي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش غادي ندير ليه. هذا الماء باش غادي نعاودو كسكسو، وهذا زيت بلديه غادي ندهن بها شويه هذا كسكسو في الاول شويه باش نبخرو. هذا الشيء اللي كنحتاجو في هذا الوصفه هذه ديال الكسكسو بالحليب، يعني بالنسبه حتى بنادم يديرو، كاين اللي ما كياكلش الخضره، كاين اللي ما كياكلش ليدام، وبالنسبه للسمن اللي ما كياكلش السمن ولا ما كياكلش ليدام يديروا زبيده اللي ما كاين اللي اولا ما يديروهاش كاع، ولو على الحليب بوحدو اللي ما كياكلش السمن اولا الزبده ولا الزيت يديروا على الحليب بوحدو. ودابا غتبعوا معايا المشاهدين كيفاش غادي ندير هاد الكسكسو. بسم الله، دابا كسكسو هو هذا هو كسكسو اللي لبسنا، دابا غادي نغسلو، ها هو طلقت عليه الماء باش غادي نغسلو، هو كيتغسل باش لا كانت فيه شي حاجه ولا شي كيتهز في الماء. غادي نصفي هذا الكسكسو، كسكسو بيدي كنت يبسطو، ها غنمشيو معاها بحال هكا تا يتصفى بشويه، كنصفيو كيبقى فيه على القياس ديال الماء اللي غيشرب، ضروري كنغسلو الكسكسو يابس. نمشيو معاه بحال هكا بشويه بشويه حتى كيقطر كله من الماء، كنديرو ليه بحال هكا، كنشدو كنحلو، غادي نحلو بحال هكا نخليه محلول
باش نخليه يشرب، عاد غادي ندير ليه شويه ديال هذا الزيتون. هذا بالنسبه للبرمه، ها هي عندي كتغلى، درت فيها عير الماء بوحدو، ها نتوما عير الماء بوحدو وطريفات ديال الحامض باش ما تزرقش البرمه. صافي عير الماء وطريفات ديال الحامض اللي حتم تما باش ما تكحلش البرمه من التحت. هادشي اللي كنحتاجو في هذا الكسكسو. هذا دابا حنا غن واحد دقيقه بين ما يشرب، ها هو بدا كيشرب، غادي نديرو. بالنسبه للحليب انا غادي نوريكم، غنمشي معاكم دقه بدقه تنوريكم كيفاش غادي ندير لكل شيء وغادي نسقيه. وضروري خاصكم ترجعوا لهادشي ديال القديم، هادشي القديم راه زوين واقتصادي وما فيهش تمره، ما كاين لا صعوبه لا والو، ساهل. هذا كسكسو بالحليب كيدار حتى تبلاش راه كيدار، حنا كاين وكاين ثاني اللي كاين الحليب اللي كيسقي به، واخا كتكون الخضره كيفيض الحليب، كيكون عنده الحليب ديال البقر ولا هذا وكيسقيو به ثاني حتى فوق الخضره. واخا كسكسو بالخضره كيتسقى بالحليب، اما هذا الطريقه هذه هذا الحليب بوحدو. هو غادي كيشرب الكسكسو ديالنا كيشرب. غادي نديرو ليه ملي غيشرب، غندير ليه شويه ديال الزيت. تابعوا معانا، حبس يا دابا بعد ما شرب الكسكسو ديالنا، دابا غنديرو ليه شويه ديال الزيت بلديه. ندهنو هكا شويه الزيت بلديه باش غادي نفوروه. دابا غادي نديروه في الكسكاس الفور، وغتبعوا معايا باش ملي نعاودو التفويره الاخرى. ما درتش بزاف، درت على القياس، حنا عشويه الناس. ماشي ديروا واحد القدره، كاين اللي كيدير حتى بزاف ماشي مشكل، كاين حتى اللي كيدير حتى 2 كيلو كيلو ونص كثار، تكون لنا تبارك الله العائله ولا الدار كبيره. دابا ديت الفور، وملي غادي نعاودو غادي نوريكم كيفاش غادي نفيض الحليب وكيفاش غادي نسقي، ونتلاقاو دابا في التعاويض ان شاء الله. ها دابا المشاهدين، ها الكسكسو ديالنا ها هو فار، ها هو الفوره الاولى، ها انتوما دابا انا سخرت عليها. دابا كسكسو ها هو غادي نبردو ونعاودو ان شاء الله. واخا الكسكسه بالملحه غنزيدو شويه ديال المليحه بحال هكا، وغندير ليه شويه ديال الابزار بحال هكا. درت ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، كنخلطو فيه سخون. الكسكسو ديالنا ها هو، نرشو بشوية ديال الماء باش نعاودو. دابا حنا نسقيو ونخليو يشرب باش إلا خاصو منكتروش ليه الماء حتى نشوفوه إلا باقي خاصو نزيدوه، مبقاش خاصو صافي. ودابا غادي ندوزو للحليب. حليب أنا شعلت الفورنو، سخرت البرمة ونقص عليها الحليب. أنا رديتو كيفور حيتي دابا ملي غادي ندير هاد التبخيرة هاد اللخرة غادي نسقي، خاصني الحليب يكون واجد. نهزو شوية ديال نهزو هاتي هاد المعيقات. غادي نهز شويه ديال الابزار، نديرو ما حدو بارد. هانتوما
قبل ما يسخن الحليب، حيت الا سخن الحليب ما نكثرش ليه بزار. عاوتاني الا سخن الحليب ما كيكور ليه بزار. غندير مليحه هانتوما على القياس، حيت ملحه في كسكسو، وغنلوح فيه شويه ديال هاد شي معلقه ديال السيه والسمن، ندوب في الحليب ما نكثر شيء على حسب اللي ما يبغيش السمن كثير. هانتوما المشاهدين السمن، دابا هذا الحليب غادي نخليه يفيض، وديك السمينه كدوب تذوب فيه والبزار والمليح، باش غنوريكم كيفاش غادي نسقيو هذا. والكسكسو ديالنا ها هو كنعاود فيه، نديرو يتبخر، وديك الساعه نوريكم ان شاء الله كسكسو. ولا بغينا تو تعرفوا بحال دابا البنيات تبارك الله، الناس قراناتي واللي صغار منا راهم عارفين، والبنيات الصغار تبارك الله راهم كاين اللي ما كيعرفش. دابا الكسكسو لا بغيتي تعرفي واش مسقي، كديري ليه بحال هكا وكضربيه، الا تحل بحال هكا دغيا راه باقي ما شاربش، والا درتي ليه بحال هكا وبقى مسدود صافي بركه عليه من الماء بلا ما تزيدوه الماء، كيكون صافي واخذ القياس ديالو صافي. هذاك الشيء باش كنقلبوا حنايا كسكسو، داك الشيء باش علمونا حنا المره الاولى كيفاش نديرو كسكسو وكيفاش نعاودوه. ملي كنا كنتعلموا صغار كانوا كيقولوا لنا سقيوه خليوه حتى يشرب وقلبوه بحال هكا ودير ليه هكا، الا ما تشتتش صافي راه هو هذاك ما خاصو والو. ودابا غادي نديرو نردو الكسكسو ديالنا، الحليب راه كيفيد والكسكسو ديالنا حنا غادي نردوه يفور باش نسقيوه. هذا الشغل، هذا هو الشغل القديم وشغل بكري، هذا شغل الناس الاولين اللي وراونا الله يرحمهم ووليهم برحمه الله، الله يرحم من علمنا. هذا هو الشغل ديالهم كيفاش كانوا كيديروا ليه. ها هو دابا الكسكسو ديالنا ها هو كيفور، الحليب والزبده هي بدات كتذوب وغيفيض، ما يجي فين يفيض يفيض الحليب غيكون الكسكسو ديالنا وجد، وغادي نسقيوه وغنوريكم كيفاش غيجي ان شاء الله يا رب، ونتلاقاو في التسقيه. ودابا المشاهدين ها هو الكسكسو ديالنا واجد بسم الله، والحليب تا هو ها هو كيوجد ها هو كيفيض، قصت عليه الكسكسو ها هو. دابا كنديرو الجبازل سخون، مش كامل يقدر الحليب فاض، فكنحركو باش ما يفيدش ليا فهذا. هانتوما الحليب فايض، هانتوما دايب فيه ديك السمن كلشي، هانتوما دابا كنمشيو كنسقيو بحال هكا. هذا هو الكسكسو ديال الحليب، هذا هو كسكسو الشتا، الله يرحم من علمنا واللي ورهنا. هذو كتكون الليالي والشتاوات كيديروا ليه بحال هكا وخليوه يشرب. ها انتما هذا هو كسكسو بالحليب، ها انتما وكاين هذا هو كسكسو بالحليب. ملي كنسقيوه بحال هكا كنغطيوه وحي واحد شويه بهذيك 5 دقائق 4 دقائق
بين ما كيجلس بنادم وغسل يدو ويتقاد كيكون شرب. هانتوما دابا وراه غادي كيشرب هانتو هما وخلينا راه باقي شويه ديال الحليب الا شرب كنزيدوه. شتي هانتوما هو كيشرب ها ما كيبقى فيه والو. هذا هو كسكسو ديال الناس زمان والناس الاولين. هذا هو كسكسو بالحليب. وهانتوما معكم رشيده راه دارت لكم كسكسو ديال الشتا. ونطلبوا الله يعطينا شربي شي شتيوا على قد النفع. وتمنيت لكم ديروها ان شاء الله يا ربي وتعجبكم وتجيكم خفيفه على الخاطر والقلب هاد الطعيمه هذه ديال البرد. وبالصحه والراحه للجميع. وهذا هو كسكسو ديال الحليب. وما تنساوش امكم رشيده جيم وديروا هذا تهلاو في الوليدات الصغار وديروا لهم هاد الشيء راه سخون الشتاء. بنادم كيجي من المدرسه وداك الشيء الوليدات ضروري يديروا لهم هذا كسكسو تا هو ديال الحليب. وبالصحه والراحه للجميع ونتمنى لكم ديروها ان شاء الله وتعجبكم. وبالصحه والراحه.